فيه، رب المشرقين ورب المغربين، في حركته، في زمانه، في مواقيته جميعا. فهذه المياه وهذه الأنهار وهذه البحيرات وطبقات البحار مختلطة جميعا، وكل ماء يحتفظ بخصوصيته. مرج البحرين يلتقيان، ولكن مع ذلك بينهما برزخ من الماء نفسه، لا يبغيان. واحد ما كيتعدى على الاخر، لا يبغيان اي واحد ما كيأثر على الاخر. في الملح كيبقى ملح، والحلو كيبقى حلو، والبرد كيبقى برد، والسخون كيبقى سخون، وكل حتى المياه وكل في فلك يسبحون. ويتحدثون عن انهار، يتحدثون عن انهار داخل البحر، وعن تيارات وعن طبقات، شيء غريب عجيب. من خلال القرآن الكريم ترى الطبيعة واضحة كالمرآة صافية. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. بعض المفسرين يقول المرجان هو دقيق اللؤلؤ، مرجان هو واحد من ديال اللؤلؤ رقيق وصغير، ولكن هنالك من يرى ان المرجان شيء اخر من الحلي، يعني نوع من 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 الحلي ايضا الذي يكون في قعر البحار، لان اللؤلؤ يخرج من الصدفات هذه التي تفك ويخرج من اللؤلؤ، اما المرجان فهو شيء اخر كيشبه الاعشاب النابته في البحر او الاحجار الكريمه او من هذا القبيل. ولا يهم، انما المهم ان البحر يحتوي كنوزا ومعادن نفيسه يغوص عليها الغائصون، يخرج، شوف سبحان الله التعبير، الذي يخرج ذلك، كان الرواية الأخرى يخرج منها اللؤلؤ والمرجان. وفي هذه خلى الفعل يكون مبني للمجهول، لأن الإنسان هو اللي كيطلع داك الشيء. علاش؟ لأن فعل الإنسان هنا إذ ذكر في سياق فعل الله لا قيمة له، ما عندوش الحق يطلع الفاعل، شو يفعل؟ كاين فاعل واحد هنا رب العالمين. يعني ديما قمة الخطاب البلاغي، يعني قمة التعبد، لأن هذا الفاعل ديال بنادم ما صالحش، لأنه هنا هو عبد، هو عدب من صلصال كالفخار، والكلام على شؤون الربوبية لا يقتضي المقام أن يكون للإنسان في سياق فعل الله أن يكون للإنسان فعل، وإنما الفعل كله لله سبحانه جل وعلا. قال جل وعلا في السياق نفسه: وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. هذه السفن جمع جارية التي تجري فوق البحر وعلى البحر. وله الجوار المنشآت أي المبنيات، يعني بحال البني، أو المشرعات كتنشر زمان داك ليزار ديالها ما كان عندها الشراع، ولكن لا ذكر للشراع هنا. وله الجوار المنشآت، خذها بالمعنى القديم الشراع، خذها بالمعنى الجديد إنشاء أي بناء. دابا غادي بحال العمارة، اللي صغيرة بحال الفيلا واللي كبيرة بحال مدينة، إنشاء بحال بناء في البحر. والتعبير أليق بهذا العصر منه بذلك العصر سبحان الله العظيم. في البحر كالأعلام. واحد عدد المفسرين قالوا بأن الأشريعة بكل زور حرايات الأعلام. نعم، وله دلالة أخرى أليق بزماننا، هذه الغرابة ديال القرآن الكريم. هناك ما يسمى بمشترك الدلالة في اللغة، اللفظة وحدة عندها جوج المعاني حتى الثلاثة حتى الأربعة. علاش؟ ما حد يجي معنى جديد وبقي اللفظة خدامة لك حتى تقوم الساعة. الأعلام جمع عالم، والعالم هو الجبل والجبل ماشي الراية. كاين العالم هو الراية، وكاين العالم هو الجبل، وديك المغاربة كيسميو الجبل ديال الشمال جبل العالم. العالم هو الجبل الضخم، وفي الشرق كاين جبل اسمه العالم أيضا. وشعر الخنساء تماضر بنت عمرو بن الشريد الصحابية السلمية رضي الله عنها وأرضاها، لما ترثي أخاها صخرا مشهور البيت
كأنه علم في رأسه نار، وإن صخرا لتأتم الهداة به، كأنه علم أي كأنه جبل في رأسه نار. اللي دايز من بعد كتبدو العافية راهية باش مكيتجلاش، كانت العرب يعني من كرمها كيمشي لدوك الجبال اللي في الصحراء، كيكون جبر لوطا والصحراء والخلا ما تعرف فين تمشي، فكيجيو حتى لراس الجبل كيشعلوا العافية بالليل باش اللي مسافر بالليل في الصحراء ما كيتلفش كالمنارات الموجودة الآن على شواطئ البحار. كأنه عالم أي كأنه جبل في رأسه نار، يعني هذا يعني كتمدح بالرثاء الأخ ديالها أنه كان تأتم الهدى به، كيتبعوه الناس في القول ديالو في الرأي ديالو. كالأعلام أي كالجبال الضخمة، وإنها لكذلك السفن البواخر اسمه دابا البوارج حربية كانت أو مدنية، كالأعلام حقيقة تتعجب كيفاش هاد الأطنان غادي فوق الماء وكتمشي. والله يا أخي الكريم إلا بعض الأحيان العادة كتخلي بنادم ينسى الغرائب والعجائب، يعني بعض يعني كل شيء في الطبيعة عجب، ولأني كتشوفها اليوم وغدا تنسى أنها من الغرائب والعجائب كتولفها وتمشي. نعطيكم أمثلة، واحد المرة كتب الله في واحد السفر بعيد ركبت في واحد الطائرة عمري ما ركبت فيها، كبيرة ما رأيت مثلها، ضخمة جدا، قدر الله ركبت فيها من بير ماليزيا، يعني كانت غادي ماليزيا، وجابني الله ذاك الشرج مليح حدا دوك المطر كنشوف كل واحد دوك الأجنحة كل واحد قد كاميو، كنقول عجيب هذا الشيء كله غادي في السماء، والله الطريق كلها وراس كنسبح الله تعالى العجب العجاب. اشنو جاني البالي؟ كنقولوا هاد المضيفات وهاد الناس اللي ساكنين في هاد ديما ما كيتعجبوش، كيطبع لهم النار بصيره، بحالاش بحال حفار القبور، حفار القبور النهار كامل واقع في القبور وكتلقاه اقسى قلب في الدنيا هو هذاك، سبحان الله العظيم. انه الاشياء غريبه، فملي كنبدا نتامل اش كنرجع انه راه حتى البيسكليت اللي كتركب عليه راه عجب، والله الا عجب حقيقة، لأن كاين نواميس دقيقة وتوازنات في الجاذبية عجيبة جدا، غير يفلت لك عرق واحد أنت في الضب في الدماغ ديالك، سبحان الله ما كل شيء غريب. ولهذا إذن فعلا إنما هي عجائب، ولا يملك الإنسان إلا أن يقول فبأي آلاء ربكما تكذبان. ولذلك ختم السياق قال كل من عليها فان، الشيء كله ديال الله. ورجع للنكتة الأخيرة هنا وليست يعني النهائية، وهي هذا التعبير الذي سبق أن أشرت إليه، فهذيك يخرج وحيد الفاعل اللي هو الإنسان ما خدامش، قال وله، هما السفن ديال الناس، لا ماشي ديال الناس، ديال رب العالمين. شوف هذا التعبير العجيب، وله حتى ذوك السفن وكذا، لأن المقصود هو له التسخير، يكون ما مشي فوق الماء ما تمشي لك، وله الجوار المنشآت، ما قالش التي أنشأتموها وبنيتموها ورفعتم أشرعتها أو بنيتم عمارتها، لا المنشآت حتى هي جعل فيها اسم فاعل مبني للمجهول، منشآت يعني مفعولية اسم مفعول، منشآت وخلى الفاعل ديالها ما كاينش، لأن الفاعل الحق هو رب العالمين. هذا الكلام العام عن هذا المقطع وهو من العمق بمكان، لعلنا نرجع إليه في وقت لاحق بحول الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني ننتقل إلى بعض الأسئلة اللي أعطى الله شيء كثير تبارك الله الخير، نتوب الله تعالى يوفقنا للحاجة اللي قدوا لها. يعني بعض الأسئلة لا عمل تحتها حقيقة، يعني أنا كنت منها تكون أسئلة مرتبطة بالبيئة ديالنا والظروف ديالنا والحياة ديالنا باش اللي صالحة للخدمة، وهذا جاوبنا عليه مرارا وتكرارا. اللي كيسول على العمليات الاستشهادية، ما يسمى بالعمليات الاستشهادية، هذيك خصها فقه، وهذا الفقه مرتبط بالمكان،
راه بالمعقول انا نتكلم بصدق ماشي زعما باغيش نجاوب. كاين الموضع والظروف اللي تكون اجتهاديه فعلا، كاين اللي لا، واللي مخول باش يجاوب يعني شرعا فيما يسمى بتحقيق المناطق نزلها على منزله ديالها اللي عرف البيئه مزيان. وشحال من خطره دايره من الغلطات الاعلاميه.